السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال مشايخنا أخوان؟ الحمد لله. أولا أسألك الدعاء لأبي يعني بالرحمة، وثانيا عندي سؤال يعني عن التمويل العقاري. هو في هو اشتري من المالك وبعد كده يبيع للمشتري، حلال ولا حرام؟ والله التمويل العقاري إذا كنت تقصد التمويل العقاري المشهور الآن، أنا اطلعت على بعض العقود ففيه بعض الشروط الربوية، ابتعد عنه. تمام يا شيخنا.